حبيت أشارك معكم نطلع، والحمد لله استفدنا من المجلس في التربية، لأن التربية الأدب قبل العلم، لأن الله عز وجل يقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لأنه كان يعطيه الآيات سيدنا جبريل وهو يستعجل في الحفظ، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا قرآن، هذا وحي، هذا قوة، يعني قوة الكلام الله، قوة الله كلامه قوته، لأن الله هذا منزل ليس مخلوق، هو منزل. العرش مخلوق، الملائكة مخلوقين، الجنة مخلوق، النار، كل ما سوى الله مخلوق إلا القرآن. القرآن منزل، الحمد لله. فحرف من القرآن أقوى من العرش والكرسي، أقوى من تريليونات ملائكة، لأن صفة من صفات الله عز وجل. وكون هذا الطفل تربيه على الأدب والاحترام، لأن الآن القرآن لا يوضع في الدروج أو في الأماكن كذا، يساء مع الأدب. كلام الله، لو رسالة جت من رجل عظيم ولا كبير ولي الأمر، لازم نقدرها ونحترمها، لأنه كلام الملوك ملوك الكلام، كيف كلام ملك الملوك جل جلاله. فطبعا القرآن قوة، وقوة القرآن بقوة القلب، لأن الله: أفلا يدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن كمثال فقط، إلا تشبيه كبير، القرآن زي الفشق والرصاص، لكن يحتاج إلى البدك قلبك. الله أعلم أن أخينا أنه معلم. لا لا، مالك له، أنا متخرج من كلية الزراعة مع الزراعة ما هي علم بعد. إلا 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 ناكب لين ناكب. بس أني عاد أنا سبك الله ممارس ما شاء الله من 50 سنة، وأنا الدعوة إلى الله مرافق الشيخ عبد الله بن جبرين وكذا. هني لكم الله يطول. فطبعا لا، جزاك الله خير. قوة القرآن يعني لا يمكن تظهر قوة القرآن إلا بقوة القلب. القلب إذا هم على قلوب أقفالها، الآن القلوب مقفلة. مقفلة أي والله. فالمسلم وقت فراغه من وظيفته وعمله مع جيرانه مع قصره بين عشاوين يصير بينهم مجلس، مثل ما تفضل الشيخ. أي والله. يدارس القرآن، يقرأ الحديث، كان أولين عقب العصر، بس الآن دوامات. إيه؟ يريح عقب العصر، يتغدى عقب المغرب، يجتمع الجيران ولا يذكرون شيء لا يعنيهم. هو فراغهم، ما عندهم غير فراغ. اي نعم، يتكلمون عن يعنيهم الله والدار الاخره. ما شاء الله. اما فلان راح، فلان جاء، فلان طويل ولا قصير، لان المجالس قد يصير فيها لحوم، قيل ما قال، لحوم مسمومه تتكلم فيها تاخذ حسناتك وتبلعها مثل الحوت يبلعك. صاحب زاهر. كل حسناتك اللي تعبت عليها تروح لهم. الشكر. يقول احد العلماء: لو كتب اغتاب لاغتابت امي، عشان حسناتي تروح لها. اما عدوي اغتاب، توزع حسناتك يا اخي. فالانسان هذا جرمه الصغير لكن جرمه كبير. اذا ما تكلمت عن القران والدين والاخره، ولا يروح تروح متاهات، تكلم فيما لا يعنيك. في امور تخصص فيها ناس اعطاهم ولي الامر الصلاحيه، يقومون بها. انت مالك دخل، انت تدعو الله عز وجل، وبك اخر الليل الله عز وجل يصح القلوب ويفتح القلوب، يفتح اقفال القلوب. لأن القفل هذا حق القلب له مفتاح، المفتاح له السنون. تحتاج إلى بيئة، تحتاج إلى صحبة، جاهد نفسك قبل الليل، عقب الفجر، عقب، يعني هكذا. ودعاء في آخر الليل، ذكر، والذكر، يعني السنون هذه إذا ما اكتملت ما يفتح القلب. أرزاق أمامك يا أخوي، تخير. أي نعم. فلذلك يعني حلقة الوصل بين القرآن والقلب القفل، والقفل له السنون. أصيب القفل يا أخوان، صحبة اللي يورونك. الآن أنت تصاحب ناس يورونك نواقص دنياك، تصاحب ناس يورونك نواقص آخرتك. الله. لا تقف يوم القيامة 50,000 سنة فصخ عاري، إلا أعمالك تنجيك. 50,000 سنة تصير 5 دقائق بينهم، فرق ركعتي الفجر. يعني تصور أكبر معمر ما يجي عمره 150 أو 200 عام، 100 عام يعتبر معمر كبير. فكيف إذا كررت 100 عام 500 مرة وانت مفصخ وعاري وبينك وبين الشمس ميل؟ من زمان الرسول الآن ما يجي 15 قرن. فتصير تصور 1,000 سنة كررها 50 مرة وانت واقف عاري. فهذا الابن تجلس معه وزوجتك وابنك، تخليها تربي ابنائك على الخير
على عدم الكذب ولا الغش ولا الحقد ولا الحسد ولا، لأن ليست طهارة الأبدان تكفي، لازم طهارة القلوب والأرواح. الله ما يبي بدنك في المسجد طاهر وقلبك نجس، نجاسة أنك تتكبر زي إبليس أو تغل أو تحقد أو تحسد، تروح حسناتك للآخرين. فالمقصود من العمر هذا مثل قالب الثلج يذوب، فأنت تحطه في خير. الحين الدقيقة اللي نص ساعة اللي جلسنا فيها أو أكثر أو أقل ما تعود اليوم القيامة، تروح في أي شيء وضعتها الحمد لله، في شيء ينفعك ولا شيء يضرك. فهذا حبيت يعني أشارك بهذه، لا ما حبيت كثير، بس عاد عندنا الفاصل ولا ودنا بالفاصل بس عاد